السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. تحية جديدة متابعينا الأعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو متابعينا داخل وخارج أرض الوطن، متابعينا من الوطن العربي. الشكر موصول لكم، كذلك الوافدون الجدد على القناة الأوفياء، راكم انتم اصحاب الدار. كنبغي نشكر الجميع على السؤال عني، كنبغي نشكر حتى الاعداء اللي كيقلبوا عليا، توحشوني مساكين. المهم الشكر موصول للجميع، شكرا لكم بزاف، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ونتمنى دائما كما كنقول نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله يا رب العالمين. فغبرت عليكم الخوت شويه، لانه واحد 3 ايام غير 3 ايام، لانه انسان تيكون مشغول في بعض الاحيان مع الحياه ديالو الخاصه. كاينين الناس خصوصا الاعداء ولاو تيقلبوا عليا اكثر من المحبين او الناس اللي كيثقوا فينا وكيحترمونا. فطبعا كيعرفوا اننا يعني كنكونوا غير يعني عندهم حسن نيه، اننا مشغولين مع العائله، عندنا حياه خاصه، راه ماشي غير اليوتيوب اللي في حياتنا، فكنعطيو العائله ديالنا كذلك، كاين اشغال ديالنا كتكون حياتنا الخاصه. فاما الاعداء ما غير كتغيب كيقول لك راه رب راه تشد، كل واحد شنو كيبقى يقول. فلا حول ولا قوه الا بالله، الله يهدي ما خلق. للاسف الشديد كتقلبوا علينا، وهنا هذا الكلام موجه للاعداء، واكيد غيعرفوا ريوسهم، خصوصا اللي كيرتبطوا اولا رابطين الحياه اليوتيوبيه ديالهم مثلا يقلبوا على الناس فين مشاو او لا فين جاو او لا، ومناسين ان عندنا حياتنا الخاصه، متزوجين، عندنا ولادنا، ربما هما ما عندهمش رجال. هنا كنهضر على قنوات، هنا كنهضر على قنوات، ويقلبوا ويديروا عليك بوستات وبزاف ديال الامور. المهم هذا ميساج كنصيفطو للاعداء، ان السلبي معكم الى اخر رمق. ونتمنى اللي شاف هذا الفيديو يديرها في راسو، ملي كندخل شي ملف فيا اما كنمشي حتى للاخر، يا اما حتى الى تراجعت واحد المده قصيره، فباش ما نادي حتى شي واحد، لان عندنا ضمير وكنخدموا بضمير وكنهضروا مع الناس بصدق وبضمير. اذا غادي نهضروا في هذا الفيديو على بعض النقاط اللي خرجوا جداد، تيخرجوهم هما طبعا باش ما تنسبش لينا شي حاجه. ولاد شحيبر او لا واحد المجموعه اخرى اللي تكونت الان، اللي غنسميها الفتات ديال ولاد شحيبر، يعني المتملقين اللي كانوا تيتملقوا ولاد شحيبر، والان بداو كينشقوا وبغاو يديروا حتى هما كاينين ومؤثرين وبزاف ديال الامور، وهما غير مسترزقين بالتكرار المواضيع. غادي نتكلموا على لبنى، كذلك لبنينو اللي كنقولها شابوليك من هاد، وانا معك في هاد الشيء اللي درتي، لانه فعلا تحقرتي بزاف، حتى المتتبع ديالك لبنى ولا تيقول عليك انك مدلوله. اذا الانسان تعيش حياه وحده فعلا. انا عادرك يا لبنى في بعض الامور، ولكن كاينين شي لي ليميت ما خصهمش يتجاوزو معاك الانسان. المهم غادي نهضروا على القضيه ديال المرحومه سعاد بلقي، الله يرحمها برحمته. المهم الطرف الاخر كيخرج بعض الخرجات، مساكين والله الا منافقين، النفاق وكيخرج من عينيكم ومن فمكم، وغير بوحدكم جالسين كتبلبلوا تما وكتنبحوا، والقلاليش كاع ما كاينين معاكم، وكاين قنوات اللي مشكورون اللي كيامنوا بنا وكيامنوا بالقضيه وكيامنوا بالبراءه ديال جمال وديال العائله ديالو وديال الحسنيه، فتحيه لهم كبيره. كنهضر على قنوات اللي كيدافعوا، وحق المرحومه غادي يجيبوا القضاء ماشي القنوات، لان كاين بعض الامور اللي في اليوتيوب راه ما كايناش في الواقع. وغادي نقول نوجه واحد الكلام لبولحيا، انا نسميك اسمع ولد الشياضمي، انت هضرتي شفت واحد الفيديو ديالك البارح، هضرتي بواقعيه، لانك الان بديتي كتعلم في اليوتيوب، خصوصا دزتي ملف ديال بوكريشه ديال زين المحارم. كل ما يقال في اليوتيوب راه ماشي هو اللي في الواقع، لما كنوصلوا للسلطات كتولي الحقيقه لا غير لها، ما كاينش شي حاجه من غير الحقيقه في اليوتيوب. كل واحد تيبغي يبين راسو انه لان تيبان ليه المتابع، كاين بزاف الامور، ولكن مع السلطات او لا في القضاء راه ما كاينش تفنفين، كاينه كاينه، ما كايناش ما كايناش، ما عليناش. دابا خصوصا من بعد ما كانوا تيتهموا جمال بالقتل، والمتهم الاول خرجت واحد المعلومه من عندهم اقولها واعرف علاش كنقول هذا الشيء، والمتابعين الحباب اللي كيعزونا فراه كل حاجه بوقتها. بزاف ديال المتابعين كيبقاو ينصحونا ما تخافوش الخوت،
كنعرف شنو كندير، كنعرف شنو خصني نقول شنو ما خصنيش نقول، عارف بزاف ديال الحوايج بزاف. وباش تكون عندك الصبر ديال القلاليش خصوصا الاصدقاء ديال الجمال يكونوا عارفين معلومات وقادين انهم يفرقعوا، يعني انتم باللغه اليوتيوبيه قلنا قنابل وداك الشيء، ماشي دابا حنا كنعرفوا ما لنا وما علينا وتنمشيو بالاوامر ديال المحامي. الا عرفنا معلومات ما خصهاش تخرج، ها اللي خصها تخرج اللي خصها تخرج، نحترم السلطات، نحترم سريه البحث ولله الحمد ما عليناش. فطبعا كولا دابا جمال مصرح، خرجوا عندهم مصرح، يعني جمال اسقطت عليه التهمه حيت هو غير مصرح ما كانش حاضر ولا غير شاهد غير الاقوال الان ولا وكيبني وانه امي حدهم راه جاوتي واسيها ولادها راه حكا راه ولدها مسخوط. انا شوف انا اعيش مع هاد الناس وعارف حاليا عارف بزاف الامور. جمال مرضي مهمتو، يقاتل من اجل ارضاء مهمتو باش تبقى على خاطرها في اي شيء، لان ملي كنقول هذه النقطه راه كاين اللي كيهز كيقول لك يقاتل بارضاء يعني ما راضيهاش، لا كيقاتل لان الزمن صعيب، فهذه حقيقه. كاين اللي تيقول لك الحسنيه المشاركه، هذا الشيء غادي نديرو لايف وغادي نهضروا فيه ان شاء الله وغناقشوه، المشاركه مع علاقه الحسنيه بموحدهم على الجمال قص الظهري مصرح، ولكن الموحدهم ما عندهاش علاقه مع الحسنيه وما كانش كتعرفها. الى درجه غنقول لكم بعض المعلومات ان شاء الله في المباشر كيكون متسع من الوقت، غادي نشرح لكم بعض النقاط وبعض المعلومات اللي ما كنتوش عارفينهم. وانا راه داكشي تنقول ربي لي شاهد، كاين شي نقاط من لانه غادي نحاول نعكس لكم الحب ديال موحدهم لسعاد البريكي الله يرحمها فين وصل، لان بزاف ديال الناس شحال هذه كانت يقولوا موحدهم ما بغاتش الحسنيه يتزوج بها جمال، لا راه ما راضي، لا الحسنيه كانت رافضه فكره الزواج ديال جمال لان جاتها قاسحه، لان الفراق ديال سعاد البريكي الله يرحمها ما جاهش سهل، لان سعاد كما قالت لي موحدهم كانت تقول لها بنتي. هنا غادي نقول لكم واحد النقطه وغادي نقول لجمال ان ربي ديال لك تويد الخير حتى مرضي الوالدين، وان مهما تكالبت عليكم الكلاب حاش المتتبعين في هذه الكلمه، فربي راه كيدير لك واحد التويد ديال الخير، هو ان عندك بنتك كبيره يسرى الله يخليها لك الله يحجبها، فعارفه كل شيء كل صغيره وكبيره، ربي دير لك تويد الخير في هذه البنت اللي عارفه كل شيء. وراه ما يمكنش ان البنت تجي تبرأ باباها مثلا بالنسبه لينا حنا كاصدقاء جمال وكعمامها كما كتقول لنا هي، وانه تبرأوا وهو داير شي حاجه، اكيد غادي نشوفوا مظاهر ديال داك الشيء اللي تيقولوا هاد القنوات وهاد الاتهامات وهاد الاوهام اللي تيعطيو للناس وتيخرجوا على الناس صراحه، لان كاين اللي كيدي التقليد، كاينين المتتبعين اللي لا يتعلمون داو التقليد في الملف ديال زينه المحارم. واشرحنا لكم ان داك الشيء اللي كاين عند القضاء راه ماشي هو اللي في اليوتيوب، يعني كتلقى الناس كيكتبوا تعاريق وناس بولادهم وتيقول لك حنا تنصليو وتيتهموا بوكريشا انه هو والبنت وكذا. المهم ما علينا، وفي الاخير كتخرج براءه وراه لا كلمه تعلو فوق كلمه القضاء، وراه توهمكم كما داروا لكم في الملفات كثيره. في الاخير ملي تمشيو للقضاء تنكون حاضرين في الجلسات اللي تكون علانيه، تيكونوا حوايج اخرين اللي كنتصدموا فيهم حنا قبل ما ننقلوهم لكم. فهذه خاص المتابع حتى هو يتعلم، وزيرو عاطفه في اليوتيوب، اليوتيوب خاص يكون عندك العقلانيه وتفكر بالعقل الا بغيتي انك ما تادي حتى شي واحد. الا كنتي غتفرج في اليوتيوب من اجل المتعه ومن اجل انك تبقى تتفرج وتخدم عقلك وتخدم القدرات العقليه فمزيان، الا كنتي غتفرج في اليوتيوب من انك تكره شي واحد وهو ما داير لك والو غير كتسمع قنوات كيربحوا الادسنس، لو كان هذا اليوتيوب ما فيهش الادسنس والله ما تلقى شي مشاكل، تلقى كلشي كيبغي الاخر وواحد كيشجع الاخر يلوح الفيديوهات 10 فيديوهات في النهار، لان ما كاينش الارباح ما كاين الادسنس لا والو، وما غتلقاش حتى قنوات كثير، غتلقى واحد 10 القنوات اللي ربما كيحاولوا يوصلوا صوتهم شي حاجه اخرى ما كايناش. هذه حقيقه اقولها مني انا وجبت راي حاجه بحال هاد الامور كنطبقهم حتى على راسي. اذا ما علينا الخوت، دابا جمال ولا مصرح على حد قولهم، يعني اسقطت عنه التهمه. اذا دابا من بعد ما كانوا تيقولوا جمال دابا دازوا لموحدهم، دابا ولاو تيقولوا موحدهم كذا طاطا وراه هي اللي غتمشي فيها. كاينين الناس تيقول لك كيفاش ما علاقه موحدهم بالحسنيه، هذا الشيء غادي نشرحوه على حد قولهم، من افواهكم ندينكم
باش ما تلصقوش لينا شي حاجه. احنا مازال ما قلنا لكم والو وحنا عارفين الخوت متابعين ديالنا تيقوا فينا. راه هاد الناس راه منين ما كيلقاوش منين يشدوك راه كيديروا لك ستيلو احمر واي كلمه كتقولها كيلصقوها لك بحال بوكريشه اللي كانت القضيه والملف ديال زين المحارم المراه باغا تعرف باش شكون اللي شكون اللي اغتصب بنتها حتى ولات كتقول اليوتيوب هو حتى ولاو الناس كيقولوا هو وكيحلفوا عليها رغم انهم ما شايفينش حتى انه يعني في من كتشك فلان كيضحكوا عليكم هذه الطريقه كيديروها. حتى الملف ديال سعاد بريدي الله يرحمها راه هما باغيين يعرفوا غا باش مات بنتهم. ولكن في من كتشك لان السلطات راه من كيديروا معك تحقيقات يقول لك في من كتشك راه ما يمكنش يقول راه هذه هي الخدمه ديالهم. في من كتقول فلان وشفنا في مقاطع في اليوتيوب تيقولوا فلان هو سبب هكذا كذا. المهم غنناقشوا هذا الشيء ان شاء الله في القضيه في لايف باش يكون عندنا متسع من الوقت اكيد. دابا غادي ندوزوا للبنى. لبنى الخوت من بعد ما خرجات في فيديو توثق لحظه الهجوم عليها في دارها قال لك سيدي انهم غير جاوا بغاو يهضروا معها وراه جات معهم واحد المراه وكتقول لهم غير حلي الباب نعطيوك التليفون نهضروا معاك. شتي اللي تيقرصوا الحنش كيخاف من الحبل. كيف يعقل هادوك اللي جاوا معاك شدوها سرقوا ليها الساك مرمدوها قدام السجن بعد ما دخلوا وبغاو انهم يشريوها ليها او لا داروا ليها الفتنه مع بوكريشه اللي هو باهم فغيخرجوا غادي يبغيو يتحاموا عليها غيديو ليها الساك على قبل شارجور وتليفون ولا ما نعرف. هنا اقول لما انا ما عمري ما غلط الحمد لله في الملف ديال زين المحارم او لا انا ضد الناموسه لان بنتك عايشه معاك وما مربيهاش ما مسوقاش ليها. كيف يعقل انا ما تضحكيش عليا بدوك الفيديوهات ديال المحتوى اللي كديري مشينا من هنا دزنا من اللي خاصك تربي بنتك اللي بقى قاصر واللي درتي الشوشر عليها. بنتك اللي قلتي تاجرات بها ودارت وفعلات وتركات هي تجي تقول له بنا سلفيني 500 درهم اذا انت ما موجده ليها والو غير الكلام الفارغ زائد ان بنتك اللي خاصك تدخليها للكوزينه ماشي تبقاي تساري بها في المدينة. احنا جينا من هنا احنا كلينا هنا راه المرأة الحرة كتعلم بنتها الطيب تصبن تخمل باش يكونوا عندها هادو باش نهار تزوج. راه الراجل ماشي غادي يتزوج مرأة باش يبقى يخرجها تمشي للصناكات وتهاد القهاوي وتدور من هنا وتخرج من هنا. خصك البنت توريها في الدار شنو دير. ولكن لا حياة لمن تنادي كون كان عندك انت الكتاف كرة حتى بنتك الكبيرة عندها لأن عندكم نتوما غير اللسان والبهتان والغيرة والحسد وهذا الشيء راه شفتو بعيني وأنا راه تلاقيت معاكم كاملين. نتوما غير خوات بيناتكم أنت وسميرة شي كيقطر الحسد على الآخر شي كيغير من شي. المهم لبنى خرجت لينا الخوت بواحد الفيديو تتوثق فيه لحظة الهجوم قال لك سيدي غتمثيل راه السيدة راك لا طلع سارة مدقدقة راه ضروري أنا ما يجيوش عندي كاع علاش التليفون ما داوش لعبد الوهاب. وهنا هاد النقطة غناقشوها حتى هي علاش عبد الوهاب يعني إنسان لا عمرها ظهر حتى ولاو دابا تيكتبوا لي على القنوات تيضربوا لي في الشرف تيضربوا في الشرف لبنى العشق الممنوع عبد الوهاب مع كذا شوف 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 لو حقارة فين وصلت فلا حول ولا قوة إلا بالله ما عليناش. فطبعا دازت هاد القضية ديال التمثيل قال لك سيدي غير تمثيل كانوا قنوات خرجوا قال لك سيدي هاد الشيء يمس السلطات ما عليناش. دابا نتوما لبنى قال لك تتمثل وقال لك تضحك على الإهانة القضاء وكذا وكذا والزروالي اللي كيهين القضاء أمام أعين الجميع وفي مباشرات طويلة جدا الكل يتفرج ويهين وكلاء الملك والسلطات ديال مدينة مكناس اللي هي جزء من منظومة القضائية حتى واحد ما هدر. هنا أخص المنابر والقنوات قال لك هاشتاق على لبنى. لبنى عندها واحد البنية صغيرة اللي خدامة عليها ورجلها في الحبس الزروالي حتى واحد انت يقدر يهدر حيت غيخرج غيشترشمكم تتحقروا غير على الوليات تكون غالطة ولا ما غالطاش. الرجال والنساء الحرات يترفعون عن الناس اللي تيكون لا حول ولا قوة لهم. واحد كيضرب لكم في السلطات وكيشرشمكم ورد المغرب بحال كولومبيا
1920 وإحنا مقبلين على محافل دولية كأس العالم وتتفرجوا ولا أحد دار ما ينصوا هدر على هذه القضية دي، تتبان لكم غير لبنى في اليوتيوب. فإن لم تستحيوا ففعلوا ما شئتم، هذا الشيء اللي كاين. ما علينا، أتخرج لنا من بعد يسرى، أتبدأ تضرب في لبنى من بعد ما خرجت وكذبات وقالت ما كاين والو. أنتم شوف أنا عارفكم، أنا عارفكم، أنا شي نقاط قلتهم لبنى اليوم في الفيديو ديالها أنا عارفهم، أنا شفتهم بعيني. نهار النطق بالحكمة يسرى، المرأة تكون الله مزوجة تستحي في الشارع، ماشي كتمشي تكا على راجلها في حال هكا وتشد ليه الدو وتعنقو في حال هكا من هنا. رحنا تحنا تزوجنا وعدنا عيالتنا، هذاك الشيء عنده بلاصتو، لا حياء في الدين. داك الشيء قال عيالات تيديرو، تعبير على الحب ما كاين حتى مشكل، ولكن يكون في الشارع عيب وعار. وانا شفتو الادب ما فيكش، ناس يجيو متتبعين تيبغيوك لوجه الله وتعاطفوا معك لما كنتي قاصر وتظلمتي. انت نقولها راه ظلماتك غير امك والقنوات اللي كانوا شرشموك، راه امك هي سببهم، امك هي اللي شوهاتك، الام ديالك. فمرات باك اللي درت معاك غير واحد شويه، وكاين المقاطع بلسانك انت كتقولي خصنا نردوا لمرات با لبنى غير واحد شويه، هانت اليوم تتردي ليها بالسب والقذف تقولي عليها حماره، بل انك خرجتي انت غادا ديري الفاكونس في شي بلاصه ما غاديش نسمي ديك البلاصه، وخارجه لمرات باك وجالسه كتعطيها. لا خصك تقولي للناس مشيت قلت لبا انه خصك تطلقها، دارت لينا فعلت لينا كذا تاتا، حيت ان لبنى كنت كنستغلها وكانت تخلص عليا وكانت كتشري ليا وكنت انا كناكل وكان ماكي انا فلوسي كيمشيو في الماكياج العكر على الخنونه. ولكن داك الشيء انه مرات با بغات ما تبقاش نخرج في الليل، ما نعول على راسي كذا، نصرف على راسي، راه عندي قناه، راه انا تزوجت ندير داري، الا ما بغيتش بغيت تخليني معاها ونجيب راجلي يعيش معانا ونديروا اللي بغينا وهي تصرف وحنا نتفرجوا. وبدليل ان حتى الصغيره مشات عند امها وتجي تسلف من عند لبنى، عار والله الا عار، وقالت لك لبنى كنعطيها 700 درهم كل شهر في الزياره. وانا نقول لك لبنى انت والله الا غبيه، والله العظيم راه عند امها علاش نعطيها انا 700 درهم؟ كتبقى فيك على وجه بوكريشه، شتي بوكريشه براسو ولا ما دارش لك اعتبار، لان المتابعين تيقولوها لك لبنى خاصك تجمعي راسك. هضرات لبنى على مجموعه من الامور اليوم، قالت لك انه البنت معفونه تتاكل بلا غسيل، هذه القضيه ديال الماكله ان السيده الا جينا غناكلو خاصك الا ما هزيتيش حقك ديال اللحم وحطيتيه حداك عرف انك ما غتاكلوش. نقول لك علاش يا لبنى، حيت الام اللي خاصها توري هذا الشيء لولادها، والام هي اللي كتربي البنات، داروا الدور داروا بوكريشه وما نجحش فيه، فهمتوا؟ باش نكون واقعيين، كلما كنتي أسرة قاصر وكنتي شرشمك الزروالي وامك جالسة حداه والقنوات فعلا ظلموك، كليتي الدق، لبنى ما استغلاتكش، لبنى كانت تتصرف عليك. قلتي واحد النقطة في اللايف، في اللايف ديالك قلتي أنه حنا اللي بيناها، شتي منين جات لبنى عندكم؟ كنتو كتجي كنتي قناتك كانت فيها 300,000 تتجيبي 20,000، أنا حنا راه عاقلين وكلشي في الأرشيف. لان المتابع، وانا غنقولها لك، لان المتابع شتي تا خالتك سميره، انا كنت معاها، كان معاها واحد مجموعه ديال النساء، من بعد قلبت عليهم قالك باش تجيب وجوه جديده، حيت صافي الناس ولاو تيملوا من داك الشيء. في الاول كتكون المشاهده، من بعد كتبدا تطيح القناه، كيجيبوا وجوه جديده باش انه الناس كتبغي تكتشف هذوك الناس الجداد. ف اللي طلع لكم القناه واللي دار لكم البوز هي لبنى، حيت ملي تيجي شي واحد جديد للقناه المتابع عنده الفضول باش يكتشف شكون ويشوف شنو كديروا، بزاف ديال الامور. شتي نقول لك واحد القضيه، اما كوجات عليك غير انت راه ما عندك لا محتوى لا والو، تتخرجي بوحدك تديري هذاك هذا، ما معكش ناس باش شي حوايج زوينين، هذاك الشيء كديري راه عادي. المحتوى نخليوه للمحبوبه اللي عندهم محتوى جماعي عالي وصال شويه، نخليوه للناس اللي يكونوا انت الزوج ديالك ما تيصورش معاك، ياك ما خدام لا في مخزن لا والو ما تيصورش معاك، ما راضيش على بزاف د الامور. انت اللي جبتي لبنى،
المشكل قلتي انه من نهار حملت، لا من نهار ما بقاتش باغا تصرف عليك، سير صرفي على راسك وراه عندك رزقك، ما يمكنش انت تجمعي وهي انها تبقى تخسر فلوسها. اذا من حقها باش نكون واقعيين، وانا كنقول لك لبنى دافعي على راسك، حيت نهار سكتي ليها المره الاولى انت اللي تصرتيها، نهار فاش خرجت بدات تضرب لك في شرافك بقيتي سكتي كيسحب ليها هي، زعما راه صافي راه ما تقديش تهضري حيت باها كيتحكم فيك دير هي اللي بغات وانت تبقى تفرجي فيها، ضربات لك في شرافك وما خلات ما دارت عليك وما درتي والو، وهذه تحسب لك. ولكن البنت راه عيقات، هذه هي الحقيقه، تخرجي في لايف وتبداي زعما الاسرار، راه لبنى عندها عليك اسرار، راه خرجت بزاف ولكن كانت تحشم، ولكن وصل السيل الزوبة، ومن حقها تدافع على راسها حيت عيقتي وما كتحشميش. من الاخر فايت ضربتي في شرف مرات باك، اذا رعيب ومن حقها انها تجاوبك. هضرت على مجموعه من الامور اللي انكم ما تتعرف الماكله، حيت ديما كتهضري في لايفاتك على الماكله الحوت كدا، واش ما عمرك شتي الحوت؟ اما الكتاف راه ما عندكش، راه كلشي كيعرف ما كتصوري فيديو حتى كتبلطي وجهك بجوج كيلو ديال الجير عاد كتطلعي سميتو، حيت ما عندكش الكتاف. وهضرات على الماكله ان القتاف، يعني هاد الاسرار كلها راه من حق لبنى حيت عيقتي عليها. تشفروا لي التليفون على قبل شارجور، ما حشمتي ما غرقتي، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم انا عندي واحد الحاجه كتدور في راسي، بحكم كنت تندافع على لبنى وباقي تندافع عليها واتضامن معها من بعد هاد الحقره اللي حاقرينها كاع القنوات، كان لبنى بوحده اللي كاينه في اليوتيوب قال لك تنشروا العهر. ايوا اش غادي نقول لكم، الله يعطيني وجهكم. فاليوم اقول لك دافعي على راسك، ما تضربيش غير في الشرف يا لبنى، من حقك دافعي على راسك مادام هاد الناس ما تيحشموش، ومن حقك ان عندك ربحتي بنتك، هي اللي ربحتي من هاد الشيء. وبكريشه انا ما غنظلموش السيد مسدود عليه، ما غنعرفش النوايا ديالو، الا دار لك اعتبار من بعد هاد الشيء كاع اللي وقفتي معاه هو في السجن، ف يستاهل. الا ما دارش ليك فعرفي انه حتى هو غادير عليه كروه. باش نجيك من الاخر، وصلت لك الدرجه يسرى الناس يصيفطوا لك الفلوس وتشفريهم وتقولي للميمه ديالك، تقول لك صيفطي الفلوس لبنى، تقول لك كلها سير تخراي، حاشا المتتبعين. راه هذا الشيء راه ماشي غير من فراغ، راه الاوديو اللي خرج على شنو كتقولي لجدك راه دليل. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو، احنا معاكم في الفيديوهات ان شاء الله الخوت، عودة السرباي وكل تضامن مع لبنى، ودافع على راسك بشراسة. اللي قال لك كلمة قول لي 20، ومن حقك، لان هاد الناس او اليوتيوب غابة الا ما دفعتيش على راسك غياكلوك، هذه هي الحقيقة. غير هو ردي بالك، هاد الناس راه يصطادونا في الماء العاكر. انا تنقول لك لبنى وانت عندك بنية، ما بغيش يوقع لك شي مشكل ماشي هو هذاك، او لا يحاولوا تاني يحفروا لك. والناس اللي كتكتب ليا كنت احترمك الدافع، ندافع على ما بغيت، الا كنتي كتحترمني غتحترمني لشخصي ماشي على افكاري، ندافع على هذا ولا ندافع على، انا بغيت ندافع على اي واحد كيما بغى يكون، ماشي شغل حتى شي واحد، هذيك حياتي الخاصه وهذيك افكاري وتوجهاتي، بغى اللي بغى وكره اللي كره. المهم ما غاديش نزيدوا اكثر، تحياتي للمتابعين الكرام، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومازلنا معكم، ما تنساوش تدعمونا بلايكات والبارطاج لهذا الفيديو. تحياتي لكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.